مثلما أن الدين يؤثر على الحداثة. يقول له: أيها الإنسان الحداثي، أنت لست مادة فقط، أنت مادة. شنو؟ ها؟ أنت مادة ومعنى، أنت مادة وروح. وهذه أهم إشكالية وجهت إلى الحداثة الغربية، وهي ماذا؟ وهي أن جعلت الإنسان جزءا من المادة. يعني عندما نعدد الأمور المادية، نقول شجرة، نقول أرض، نقول فلك، نقول ماذا؟ فهو في عرض ماذا؟ فهو مادي كأي مادة أخرى. هاي النظرية وهي تشيع الإنسان، يعني صار شيئا كالأشياء، هذه عبارات عبد الوهاب المسيري. تشيع الإنسان، هذه إن شاء الله تعالى غدا أحاول، لأن الوقت انتهى، صار ساعة، غدا أحاول أن أقف عنده جيدا. ولذلك التفت جيدا، ولذلك لابد أن يتعلم الإخوة. قال: أعزائي، هذا الرجل بيني وبين الله العلة فينا. هذا الرجل بالأخير، طبعا قراءة لهذا الكتاب، وأنه ينبغي أن نواجه تراثنا وأنفسنا. المشكلة هنا، أنت ما لم تقف على هذا التراث الذي وصل إليك، وما لم تقف على نفسك، لا يمكن عليكم أنفسكم. وبتعبير أدق وواضح، ها، إن الله لا يغير ما بقوم، مو حتى يغيروا بمجتمعهم أبدا، حتى يغيروا قادتهم أبدا، حتى يغيروا فقههم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن هنا جاءت كلمات بعض المعاصرين في إيران اللي أنتم تعرفونهم، حاولوا، قالوا: نحن نقبل من الحداثة العقلانية ونضيف إليها ماذا؟ المعنوية. فصارت نظرية العقلانية والمعنوية. لا بتعرفون ما أتمنوا، ما أدري واضح صار. أنا إن شاء الله إذا بقينا إن شاء الله أحياء إلى غد، سوف أقف عند كلمات من؟ عند كلمات عبد الوهاب المسيري، أفضل من بحث هذا هذه المسألة في الفكر العربي هو عبد الوهاب المسيري، اللي كان ماركسيا ثم تحول إلى متدين. وأنا إن شاء الله غدا سأذكر لكم بعض المصادر الأساسية، منها أعزاء دراسات معرفية في الحداثة الغربية، ومنها أعزائي رحلتي اللي هو بقلمه حياته، هو رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر. وعبارة لطيفة، رحلتي الفكرية لا علاقة له بقضايا الجغرافيا أبدا، وإنما من أين بدأ فكريا؟ البذور والجذور، ها، والثمر. الحق والإنصاف، أفضل من اشتغل على هذا المجال، وأفضل من كتب عن تجربته الشخصية التي عاشها لعقود في أمريكا عن الحياة الشخصية للأمريكيين، للأمريكا، الفردوس الأرضي اسم كتابه، وما يتجاوز الكتاب إلا 100 صفحة أعزائي، الفردوس الأرضي. هناك أنا إن شاء الله إذا صار لي وقت غد إن شاء الله سوف أقف قليلا عند مباني هذا الرجل، وأنه كيف شخص أين المشكلة في الغرب، وأين المشكلة أين في الحداثة الغربية. المشكلة ليست مولانا سيارة جيدة لو سيارة، حتى إحنا الآن صار لنا 40 عام مولانا، هي نريد أن نقتدي بهم. إحنا ما عرفنا أنه أساسا التقدم ليس في البعد المادي، في البعد الخدمي والخدمات، وإنما المشكلة الأصلية أين؟ ها، بتعبير راسل ماذا؟ مشكلة الإنسان مع نفسه. والحمد لله.